اللي قدري. اشي روحي اشو. يعني انت مو متضايق ابدا اني انا عم اشتغل على الكاش؟ لا يا بنت جيران انسي سميحه، هي ما حبيتها منك. طاول طاول طاول، ايش هالشغله؟ الشغل مو عيب. بعدين انت بركي بدبي، يعني اذا ما اشتغلتي تموتي من جوعي. بقى تموتي من جوعك ولا تشتغلي كاشير؟ على الكاش طبعا، بس ادري اهم شيء الله يخليك لا تجيب سيره قدام ماما. اي لا يا بنت جيراننا انسي سميحه، انت شايفتيني فاسودي لهالدرجه؟ هي ما حبيتها منك طاول. ها انا من ايمت كنت فاسودي ولقلوق وكولكجي ومسيح جوف؟ ها يعني اكيد ما رح تحكي قدام ماما شيء؟ لك ان شاء الله اروح فرم تحت دويري بمترو دبي اذا بدي اقول لك كلمه. لك انت احلى ادري بالعالم بالعالم بالعالم. اشواد اشواد، ايش كنت دربك العمامه مالك تاسس؟ سوري مان سوري. ايش جاي سوري مان سوري؟ اومايان ايش النمر هاي؟ ايش تشكيلات؟ فلتت الصينيه من ايدي، شو صار يعني؟ دير بالك مرت الرخ الروحي، دير بالك. خلص ادري اتركه هلا اتركه. خلص تركته كرمال خاطرك بس. اللي ايش شو؟ بكره بدك تيجي تحضر الكلاسيكو هون؟ ابو هون بدبي كمان في كلاسيكو؟ ايه طبعا. عم تمزحي؟ لا انا بهي القصص ما بحب امزح، بعدين الكلاسيكو بكل انحاء العالم. ايه والله والله ما نكيف بكره. ايه انسي ميديا شو اعتمدتي؟ ليبتون احمر ولا ليبتون اخضر؟ ليبتون احمر ولا ليبتون اخضر؟ ما بعرف شو الاحسن. نصيحتي ليبتون الاخضر مشان الدايت. مظبوط. ليبتون اخضر مشان الدايت. هاي ميدو. هاي سموحه. كيف الوضع؟ كثير منيح. سموحه سموحه قليلي، انت رياليه ولا برشلونيه؟ لا رياليه ولا برشلونيه. هلا وقت عدم انحيازك انحازي شي مره. هلا هاتي من الاخر، ليش عم تسالي؟ بدي اعرف كل المعلومات عن فريق البرشلونه، يعني عدد اللاعبين، اسمائهم، الكابتن، الخطه تبعيتهم، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. انا اسماء الفريق السوري مو حافظته لحتى احفظ لك اسماء فريق برشلونه. طيب خلينا نسال سائر. ايه نسال سائر. دقيقه شوي. تعال شوي. تفضلي يا سي سميحه. ميديا عم تسال عن اسماء فريق برشلونه حافظهم؟ بصراحة نحن هون الستاف بينقسم نصين، عالم بتشجع ريال مدريد وعالم بتشجع برشلونة. أنا اليوم رح شجع برشلونة، بس بيني وبينك كل الفوتبول ما بحبه، بس مضطر شجع هيك مشان الزباين تنبسط، تشرب أكثر، تدفع تيبس أكثر. طيب أنت شو بتحب؟ أنا الجولف. شكرا سائر. العفو، أهلا وسهلا. سميحة؟ قليلي. خلينا نسأل نور. اصحك تسألي نور. نور بتحب فريق ريال مدريد اكثر ما بتحب خطيبه. اضحك اضحك اضحك، اسالي عن برشلونه. برشا انه بدك مين يذكرك يعني؟ طيب بيبي شو رايك تصير ريالي مثلي؟ ضحكتيني وانا عيان يا حياتي يا حياتي. انت البرشلوني البرشلونيه مستحيل يغيروا مبادئهم. طب ليكي ليش ما انت بتصيري برشا؟ لا حبيبي الريالية مستحيل يغيروا قناعاتهم لو على قطع رقبتهم. طب بدنا نروق شوي هلا. ايه فينا نروق شوي، ما بدها هالقد القصة. خلص حبيبي، اساسا انا روحي رياضية. خلص انت شجع اللي بدك اياه وانا بشجع اللي بدي اياه، المهم نحضر الكلاسيكو سوا. يا حياتي هلا اسمعي مني، بلا ما انا اقعد زرك لك وانت تزركي لي نقوم نزعل من بعض اخر شيء، خلي كل واحد يحضره لحاله، انت بتحضري مع رفقاتك وانا بحضره مع رفقاتي. طيب ماشي. باي يا برشلوني. باي. نور شو بكي؟ ولا شيء، بس الاستاذ حسام بده يحضر معي الكلاسيكو. بتعرفي نور صحيح انه بلا ذوق. قصدي انه جماعه برشلونه كلهم هيك. صح. نانا انا مول ما اسمح لك تتكلمي على برشلونه بهالطريقه. ليك يا حبيبتي انت مديرتي بالبيوتي سنتر مش هون. هون بالبيت بحكي اللي بدي اياه انا. هي قولي اللي تبينه، لكن برشلونه تحديدا خط احمر، ولا الصراحه بضطر اني اغلط على الرياليين. لا حبيبتي، انت الصادقه ريال مدريد هي الخط احمر. بنات شو بكون؟ مو معقول عم تخلعوا على شقفه مباراه. مو معقول مو معقول عن جد مو معقول. انا قايمه. ليان انت بتعرفي اسماء لعيبه البرشلونه؟ هي طبعا، شو هالكلام؟ طيب في مجال بس هيك تعطيني لحظات من وقتك السمين؟ يلا نقليني. سجي عندك. اول واحد ببدالك فيه ميسي لانه اشهر واحد فيهم. ميسي مزبوط. وتشافي
شو ها؟ تشافي. تشافي لا بالفي، تشافي. تشافي وهي وانيستا اكيد ما بننسى. هي اسم بنت ولا صبي؟ لا صبي. انيستا. ايه وديفيد فيا. والله هذا اسمه حلو. عيبت؟ ايه كثير. ليكي طب شو اسم الجولار تبعهم؟ جولار؟ شو تقصدين حارس المرمى؟ اي حارس المرمى. فالديز. فالديز اسمه فالديز. فالديز. طيب والمدرب تبعهم؟ المدرب حبيبتي يسمونه ملك الأناقة، أطلق عليه هذا اللقب لأنه وايد أنيق، أوكي؟ واسمه غوارديولا. 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 صعب اسمه. يلا تبين شيء مني؟ لا مشكورة. باي. باي. شلون بدي أحفظهم هلا؟ غوارديولا على وزن دراكولا. شو تتعبتوا؟ لولو؟ لولو حبيبي لا تزعلي مني، والله كنا عم نمزح معك. حبيبي ليان، نحن جماعة ريال بنحب نمزح كثير وقلبنا طيب. خلاص ما صار شيء. صحيح ليان، أنتوا ليه ما عندكم رابطة لمشجعي برشلونة؟ لا، ليش أنتوا الرياليين عندكم رابطة للمشجعين؟ حبيبتي هلا عم نأسس لأضخم رابطة، اسمها رابطة محبي ريال مدريد وكارهي برشلونة. واحذري من رئيس الرابطة. نو يعني خير. وسام ليش يشجع ريال مدريد؟ وسام؟ ايه وسام اكبر متعصب لريال مدريد بالعالم كله واكثر واحد بيحقد على البرشلونيين. بتعرفي بزماناته انعرض عليه عقد ب 20,000 دولار من شركة عالمية بالشارع ورفض العقد. احذري ليش؟ ليش؟ قوليلا. بس لانه اكتشف انه صاحب الشركه برشلوني، عنده حقد مش طبيعي على جماعه برشلونه. يعني لو بصح له يشرب من دمهم ما بيقول لا. صبايا تعرفون صحيح اني انا يعني اشجع برشلونه لكن ريال مدريد فريق رائع. شكلي الصراحه بحول على ريال مدريد. نانا صراحة الطريقة اللي قاعدة تتعاملين فيها ويا زباين أنا مو فاهم تنهمول. إيه ما هي طريقة واحدة وبس. ذكريني بشعار المركز. كل الزبائن سواسية كأسنان المشط. كم مدة الجلسة مال المساج؟ 20 دقيقة. آخر زبونة كانت عندك، تقدرين تفهميني ليش ما كملت 8 دقايق؟ بصراحة؟ طبعا بصراحة. ما تقطع لها زبونة. ليه؟ والسبب؟ قعدنا عم ندردش ومن حديث لحديث فتنا بحديث الرياضة والكلاسيكو وإذ بكتشف إنه متعصبة بطريقة فظيعة لبرشلونة. نانا من الآخر من الآخر إذا كنت تقدرين تتعاملين مع الزباين كلهم سواسية أهلا وسهلا، ما كنت تقدرين الصراحة أنا مضطرة أعتذر منك، مكانك مو بهني. إيه أنا بلاقي لك حل، خلي حدا غيري يعمل مساج للي بيشجعوا برشلونة وأنا بعمل مساج للي بيشجعوا ريال مدريد. وإذا قلت لك ما أقدر؟ إيه وأنا كمان ما بقدر. ليش تكذب عليك؟ أنا كل ما أشوف حدا بيشجع هالقد برشلونة بعصب كتير. وايد زين عيال إحنا بنتم أصدقاء لكن الصراحة الشغل بيننا ما ينفع، تقدرين تسيرين قسم الحسابات تاخذين باقي حسابك. أوكي أنا أصلا من الأول هيدي فكرة المساج مش فايتة براسي. عن إذنك الله وياك.